درنا هي اليوم غير الأمس، مظاهر الفرح والنصر فيها واضحة بالصورة والابتسامات. هذا احتفال شعبي بتحرير المدينة بمقر النادي الإفريقي، شارك في ذلك صحبة المواطنين، سيارات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف في فعاليات تظهر حجم فرح أهل المدينة صغارا وكبارا رجالا ونساء من مختلف الفئات العمرية. وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة ما بين الغنائية والإنشادية والعروض المسرحية المختلفة. طبعا الحلقة موجودة لإدارة المعلم والتلميذ في الموجه التربوي، نتمنى من التلميذ إدارة الكسرة اللقطة الثالثة، ولكن أن نجد طلاب طاقم المعلمين وتقديم النصح والمشورة لهم. تعلقنا بأستاذ المادة أو تعقيدنا مش بس شهادة جامعية، حتى شهادة إدارة التربوي. كنا نتغذى من 10 ولن نتفهم الدراسة. طبعا هذه التظاهرة أو هذه البطولة تحمل عدة مناشط، مناشط ثقافية ومناشط فنية. من خلال اسم التظاهرة تظاهرة السلام، احنا والله ما ننوين إلا نظهر للخارج الناس اللي في الخارج وفي الداخل إنها مدينة السلام، درنا الصحابة والشلال والفن والمسرح والرقي. نحن طلعنا يعني كفريق أفق، طلعنا يعني بمكسب إن نحن يعني سمعنا آرائهم، وإن شاء الله نقول ونعدوا كي مسودة أو خارج طريق لل يعني لسيدي القرار في الفترة الجاية إن شاء الله، يعني يلقوا حاجة نحن درنا إن شاء الله. منتدى أفق هو صاحب هذه الندوة الحوارية بعنوان التنمية والشباب، والتي استهدفت مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وكذلك المؤسسات الشبابية كالكشاف والهلال الأحمر والناشطين الشباب. يبدأ في نص ثلاثة لما يطفى الجو يبدأ عادي هني، واللي طبعا نحن طبعا نلقطوا فيه ونقطروا فيه، طبعا اللي استعملنا فيه في الحلويات وفي القهوة، طبعا في جميع المجالات تقدر تقول، وعلاش في نفس الوقت اخر. طبعا في موسم الزهر نحن نلقطوا فيه ونقطر فيه، وبعدين ايش نلقطوا حتى ايش نعطوا للجيران، لازم توزع على الجيران ضروري، لان طبعا الزهر لما يعرفوك انك انت جارهم وني بتعطيهم شيء، ما هذه مشكله شوي، لكن لذلك ايش؟ لا طبعا هذه حق الجار على الجار، لازم ايش؟ تفكر في الحاجات الموسميه، هذا النية زي الموسميه مثلا عندك هذه ياهي، وعندك نعطي فيهم حتى ورقة عريش، ونعطي فيهم في موز نوزع عليهم في الموز، عرفت؟ لازم هذه ضروريه. شفتوا المظاهر، شفتوا الحوارات، شفتوا المسرحيات، شفتوا الالعاب، شفتوا الاطفال كيف يديروا، شفتوا يعني الاناشيد والاغاني كيف محتفلين. هذه على فكره انا بنذكركم، هذه المنطقه اللي موبوءه اللي قال عليها، والله الا انت اللي موبوء، انت هو اللي موبوء، رزقنا ربي بيك، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل بوخذك صراحه. حرام هالقدرات وهالابداع والطموح في وسط هذه المحنه وفي وسط هذه، تلقى ناس تفكر بهذا الشكل، معناها نحن عندنا ثروه يا ناس، عندنا ثروة، عندنا ناس تتذوق، عندنا ناس بعقولها، عندنا ناس عندها حكمة. شوف في نفس هذه الظروف وقاعدين يديروا في ندوة في التنمية البشرية، ندوة مع الكشاف، مع الهلال الأحمر، ندوة في كلية الأداب، كيف يعطوا في بعضهم النصائح، كيف يعني بصراحة حياة بمعنى الكلمة. وهذه أنت تبي تراعي أن فيها ظروف، أن محاصرة بهذا الشكل، مش حرام مدينة بهذا الشكل وبهذه الرؤية للحياة وبهذه الرؤية للدولة تحاصر في الليل وفي النهار لعند أمس، وهم يدكوا فيها بالطائرات، ومرة ضربين الفتائح، ومرة ضربين الجهة الغربية، ومرة ضربين في الظهر الحمر. شو القصة هذه؟ ما عندكم الشغلة تديروها أنتو؟ يعني قمة الحرب والقتال وكذا، وقمة الوداعة والأمن والاستقرار، يقطروا في الزهر متاعهم والأكل متاعهم والحياة متاعهم. شفتوا بالله عليكم السيارات كيف زاحمة، والناس
الناس على وجوه الفرح الحمد لله الحمد لله يا ربي يقولوا فيها ان نحن مستقرين وامنين رغم الحصار رغم الطائرات اللي فوق منهم، لكن لا مأديين اللي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فلذلك مرتاحين، هم مرتاحين ومرتاحين بكل كلمة، ويحتفلوا في اليوم اللي يتعرف فيه بإذن الله تعالى، تو يحتفلوا بدحر الانقلاب بإذن الله تعالى قريبا إذا كان استمروا على هذه النفسية وعلى هذه المودة وعلى هذه الألفة وعلى هذه الحاضنة الاجتماعية، بإذن الله تعالى لن يهزموا، بإذن الله تعالى لن يهزموا. وخاصة يا أهلنا، خاصة الناس قاعدين في مدينتهم، ما طلعوش برا مدينتهم، لا مشوا لطبرق ولا مشوا للمرزم ولا مشوا للفتاح مش يحتلوها ولا مشوا العمارة ولا مشوا للبيضة ولا مشوا الكرسة، ما مشوش الكلام كله، ما داروش، قاعدين في مدينتهم، ومع ذلك جايين ينغصوا عليهم لعندها لعندهم جوا ينغصوا عليهم ليش؟ باش تسبحوا بحمد الجنرال المتقاعد، فانتوا يدرون ريح ارواحكم، هذا هو يقول لكم مكي، لكن بإذن الله تعالى لن يخذلكم الله سبحانه وتعالى، وراكم يعني شو نقول، وردة وردة في جبين ليبيا بإذن الله تعالى.